أهلا بيكم في حكاية جديدة من قناتكم حكاية فيلم، وحكايتنا النهاردة عن فيلم جميل وقصته مؤثرة جدا واسمه هاتشي. وبتبدأ حكايتنا النهاردة من فصل دراسي في مدرسة في أمريكا، واللي بيكون موضوع الحصة فيها إن كل طالب بيختار بطل مؤثر في حياته وبيبدأ يتكلم عنه وعن أسباب إعجابه واختياره ليه. وبيجي الدور على الطالب روني، فبيكتب على السبورة اسم هاتشي وبيقول لهم إنه الكلب بتاع جد ويلسون. ولما بيسمع زمايله ده بيضحكوا جدا بسخرية واستهزاء، لكنه بيكمل كلامه بمنتهى الثقة والاقتناع انه بيتكلم عن بطل حقيقي في الوفاء بجد. يلا دوس لايك واشترك في القناة عشان نكمل احداث حكايتنا. وبتبدأ احداث حكايتنا النهاردة من معبد في اليابان، واللي بيكون الكاهن بتاعه عنده جارو صغير وبيحطه في صندوق وبيبعته بعربية لمحطة القطر عشان يسفره لحد في امريكا. ولما بيوصل بيكون عامل المحطة بيجر حاجات كتير على عربية المحطة، وبيقع منه الصندوق اللي فيه الجرو على الأرض وبيتفتح من غير ما ياخد باله، وبيخرج الجرو الجميل ده ويتمشى في المحطة على الرصيف وسط الناس، وبيسوق القدر لراجل في الخمسينات من عمره واسمه البروفيسور ويلسون، بيشيله بحنية وبيقول له انت صغير على المشي لوحدك، وبيوديه الكار لموظف المحطة وبيقول له انه لقى الكلب ده وبيطلب منه يحتفظ بيه لحد ما صاحبه يسأل عليه، لكن كارل بيرفض وبيقول له انه هيقفل المكتب وده هيسبب فوضى ومشاكل كتير. وبيقرر ويلسون انه ياخده معاه البيت لانه صغير وما ينفعش يسيبه لوحده، ودي قمه الانسانيه الحقيقه. شابو ويلسون. وبيوصل ويلسون وبيحط الجرو في اوضه وبيقفل عليه كويس عشان ما يخرجش، وبيطلع لمراته كيتو بيسلم عليها، وبعد شويه بيكون الجرو شاي قدر يخرج من الاوضه، وكمان بيطلع لهم وبيهزر مع كيتو بتتخض منه وبتتضايق، وبتسيب ويلسون وبتنزل متعصبه جدا وبتدبه انه يجيبه هنا على البيت، والصبح هيوديه المحطة وهيكون صح. وفي اللحظة دي بيكون الكلب الشائي اختفى عن الأنظار لحظة، زعقت مع ويلسون لأن ده كان تعب شهور وطلبت منه ما تشوفش الكلب جوه البيت تاني، وعشان يهديها ويلسون بيرجع يحطه في الكوخ الخشب وبيسيبه. ما بيصعب هاتشي على ويلسون وبيجيبه يدخله البيت وبيشغله التلفزيون، وبيكون بالصدفة شغالة مباراة بيسبول وهو بيحبه جدا، وبينسى نفسه في القعدة مع هاتشي وبينام على الكنبة وهو بيتفرج، مع إنه المفروض كان طلع لكيت مراته. يا دي النيلة. والصبح بيلعب ويلسون مع هاتشي وبيحاول يخليه يجيب له الكوره، لكن هاتشي ما بيعملش كده وبيحاول معاه كتير لكن هاتشي ما بيستجيبش ليه. وفي الوقت ده بتكون كيت متضايقه جدا من الوقت اللي بيقعده ويلسون مع الكلب، لكن اندي بتهديها وبتقول لها انه بيعمل الصح وبيساعده وما كانش ينفع يتخلى عنه. وفي الوقت ده بيجي تليفون من حد عاوز يتبنى هاتشي، لكن كيت بتسرح لحظه كده وهي بتبص على ويلسون وهو مبسوط بيه وما بتترددش تقول له ان الكلب مبقاش متاح للتبني دلوقتي خلاص. وتمر الشهور وبيكون هاتشي كبر وبتكون العلاقة بينه وبين ويلسون كبرت هي كمان لدرجة الارتباط. وفي يوم بيكون ويلسون الصبح رايح شغله وبيسيب هاتشي في الجنينة وبيقفل عليه كويس، لكن هاتشي بمنتهى الذكاء بيحفر حفرة من تحت السور وبيخرج ورا ويلسون، وأول ما بيكون داخل القطر بياخد باله إن هاتشي على رصيف وبينزل بسرعة وبيطلب منه يروح على البيت، لكن هاتشي ولا في الدماغ، فبيضطر ويلسون يرجع بيه على البيت تاني وبيلاقي الحفرة اللي عملها وبيحاول يردمها. واخر النهار بتحصل حاجه غريبه جدا، والاول مره في ميعاد رجوع ويلسون من الشغل بيهرب هاتشي من على السور وبيروح المحطه في ميعاد رجوع ويلسون بالظبط، وبيستغرب جدا لما بيشوفه وبيفتكر ان حد جابه، وبيسال جيتس هو هنا من امتى ومين اللي جابه، بيقول له لسه جاي من دقائق لوحده. وبيروح على البيت وبيكونوا عاملين حفله شواء، واندي عازمه حبيبها مايكل واللي بيلعب مع هاتشي وبيحاول يخليه يلقط الكوره وبيحاول معاه كتير، لكن هاتشي ولا اي اندهاش. وبيقول له ويلسون انه شخصيا تعب معاه جدا وما قدرش يخليه يعمل ده. وفي يوم بيكون ويلسون عند صاحبه كينو وبيلعبوا رياضتهم المفضله وبيسالوا على موضوع الكوره وهاتشي، فبيقول له كين لو عاوز الكلب يلقط الكوره كان المفروض يلاقي كلب من فصيله تانية، لان فصيله اكيتا مش بيقربوا للناس لما يرضوهم، وانهم بيقربوا لما بيحسوا بالتصل روحاني بينهم. وفي يوم بيكون ويلسون رايح شغله وبيقرر ياخد هاتشي معاه لاول مره، ولما بيوصل بيسلم عليه وبيحضنه وبيطلب منه يرجع البيت وبيستجيب ليه هاتشي وبيمشي. وفي معاد رجوع ويلسون من الشغل بيلاقي هاتشي واقف مستنيه قدام المحطة، ولما بيشوفه بيجري يسلم عليه وبيروح على البيت وهم في قمة الانبساط، وبيفرح ويلسون جدا بده وبيحس انه اهم راجل في الدنيا وان ليه صديق وافي ومخلص جدا. وبتستمر العلاقة الجميلة اللي بينهم لسنين على نفس الحياة، وبتكون اندي اتجوزت مايكل وتصوروا صورة الفرح وكان هاتشي معهم في الصورة كفرد من افراد العيلة. وفي يوم بيرجع ويلسون من شغله على غير العادة ما بيلاقيش هاتشي واقف مستنيه، وطبعا بيقلق جدا وبيرجع على البيت بسرعة، وبيسمع صوت هاتشي في الجراج بينبح على حيوان شايفه، فبيروح القلق من دماغ ويلسون، وفعلا بينجح يقلب عليه الصندوق ويمسكه، لكن هاتشي بيخليه يهرب بالغلط. وقت كام بقى؟ وفي يوم بيكون ويلسون رايح الشغل الصبح وبينده على هاتشي يروح معاه، لكن بتحصل حاجه غريبه جدا وهي انه ما بيرضاش يروح معاه وبينبح بشده لكنه ما بيفهموش، وبيكون مستعجل وبيمشي على طول. وبعدها بدقائق بتحصل تاني اغرب حاجه في نفس اليوم، وهي ان هاتشي جري ولقط الكره لاول مره وخرج بسرعه ورا ويلسون في اتجاه المحطه كوره،
وبيفرح جدا وبيلعب معاه بيها شوية قبل ما بيسافر وبيحطها في جيبه. وبيجي عشان يمشي يركب القطر فبينبح عليه هاتش بشدة وبطريقة غريبة وكأنه مش عاوزه يمشي، أرجوك خليه. وبيدخل وراه على غير عادته وبيبص على القطر وهو بيتحرك وبيستنى شوية بعدها وبيمشي. وبيوصل ويلسون شغله أثناء شرحه لفرقته بيكون ماسك الكرة اللي جابها له هاتشي الصبح، وفجأة بيجيله سكتة قلبية وبيقع وبيموت في الحال. وبيكون هاتشي مستنيه قدام المحطة في الميعاد بالتمام لكنه بيتأخر عليه لأول مرة، وبيفضل مستني لحد بالليل لما بيجيله مايكل جوز أندي وبياخده على البيت. والصبح بيجيله أندي تعمله المساج اللي كان بيعمله له ويلسون وبتمشي عشان يروح يلحقوا الجنازة. وقبل الساعة 5 بالدقيقة بيروح المشوار المعتاد ويستنى صاحبه اللي مش جاي، وبيفضل لحد بالليل. وبيجي له كارلو بيقول له انه صاحب مثالي بجد وانه مش لازم يستنى تاني بعد كده لانه مش جاي، لكن هاتشي ما بيفهموش طبعا وبيفضل مستنيه. وبيطبطب عليه كارلو وبيمشي. وبتكون كيت جمعت حاجتها وقررت تبيع البيت وتروح تعيش في مدينة تانية وتدي هاتشي لاندي وجوزها اللي عايشين في مدينة بعيدة جدا. وفي يوم بينسى مايكل الباب مفتوح وبيخرج هاتشي وبينط السور وبيجري على قضبان القطر وبيوصل تاني يوم للمحطة وبيستنى ويلسون من جديد. وبيستغرب الموظفين جدا من رجوعه، خاصة وانهم عارفين انه عايش دلوقتي مع اندي في مدينة بعيدة جدا عن المحطة. وبعدها بمدة بتظهر اندي ومايكل وبيلاقوه مستني قدام المحطة وبياخدوه تاني وبيعلوا سور الجنينة عشان ما يهربش تاني، لكن مش مبسوط، بتحترم وفاقه العجيب ده وبتقوله كمان انهم بيحبوه وعاوزين يكون معاهم، بس لو عاوز يمشي مش هتقدر تمنعه وبتفتح له الباب. وبيشكره على بطريقته وبيرجع على المحطة وبيفضل مستني صاحبه ويلسون. يا سلام على الوفاء. وبتمر السنين وبتنتشر قصة انتظار الكلب لصاحبه المتوفي وبيفضل على الحال ده سنين وسنين، والناس بدأت تعرفه وتردد حكايته كمان، لحد ما جه صحفي اسمه تيدي كتب قصة هاتشي في الجريدة اللي شغال فيها، وبتنتشر قصة هاتشي في أنحاء كتيرة جدا، وبيبقى أشهر كلب في العالم وبيبقى له معجبين وكل ركاب المحطة عارفين وعارفين كمان قصته. وبيكون بيتواصل ناس كتير جدا مع كارل موظف المحطة عشان يحولوا له فلوس عشان الأكل والعلاج. يا ابن المحظوظ يا كارل. وبيهتم الموظفين اللي شغالين في المحطة بهاتشي واللي أصبح علامة من علامات المحطة والناس كلها بتحبه، واللي فضل 10 سنين على نفس الحال ومستني صاحبه ويلسون كل يوم قدام المحطة، لحد ما بتظهر في مرة كيتو بتشوفه ومبتبقاش مصدقة إن هاتشي فضل مستني ويلسون 10 سنين في مكانه المعتاد بكل وفاء رغم الوحدة والحزن والبرد وقسوة الشارع. وبتحضنه وبتعيط في مشهد عاطفي مؤثر بيخلي كل اللي حواليها يتأثروا ويعيطوا. بتقعد معاه شوية وبتروح لبنتها أندي وحفيدها، وبيكون بتفرج روني حفيدها اللي عنده 10 سنين وقتها على جد ويلسون في ألبوم الصور ومعاه هاتشي الكلب المشهور الوفي، وبتحكي له عن مدى الحب والارتباط اللي كان بينهم، متأثرة طبعا باللي شافته النهاردة في المحطة. وفي الوقت ده بيكون هاتشي بيمشي خطواته الأخيرة على قضبان محطة القطر اللي جمعته مع صاحبه حبيب ويلسون، وفي ليلة برد جدا وحيد وحزين وباين عليه الكبر والتعب كمان، وبيقعد وبيغمض عينيه وبيحلم الحلم الأخير ليه. وبيشوف في الحلم صاحبه ويلسون اللي لقاه في المحطة واهتم بيه ومدى السعادة اللي عاشها معاه واللي اتقابلت منه بمنتهى الوفاء والإخلاص في الانتظار لحد آخر دقيقة في عمره، آخر غمضة عين لأوفى وأشهر كلب في العالم. وبيموت هاتشي، وبعد ما مات عملوا له تمثال من البرونز في نفس المكان اللي كان بيستنى فيه قدام المحطة. وبكده بيكون روني خلص حكايته في الفصل وبيشرح انه اتعلم من القصة دي الولاء والوفاء، وهنا سقف له كل الفصل بحرارة. وبعدها لما روح البيت لقى ابو مايكل جايب له جرو صغير وسماه هاتشي وتمشى بيه على قضبان القطر زي جد ويلسون وكلبه الوافي. وبتخلص حكاية المخلص هاتشي، لكن حكاياتنا دايما مستمرة. استنونا دايما في حكاية جديدة على قناتكم حكاية فيلم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيلم واشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. يلا سلام.